لن أرضى الذل ولو مت فستبقى روح إسلامية. سأعيد أمجاد بلادي وسأحمل شمس الحرية. إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. لن أرضى الذل ولو مت فستبقى روح إسلامية. سأعيد أمجاد بلادي وسأحمل شمس الحرية. إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. سأقاتل من أجلك وطني سأقاتل حتى الموت. سنقاتل من أجلك وطني إننا سنقاتل حتى الموت. نرفع رايتنا بيد وكلما كسرت يد ستحمل الراية أخرى. إننا سنمضي نحو التغيير، ننشد الخير للأمة، نسقي شجرة العدالة لقطرات دمائنا. إننا سنمضي قوة هادرة وسيلا جارفا يقتلع كل صور الخور والوهن والذل والهوان والعار من رحاب الأمة. إننا سنمضي لا نعبأ بالحراب، فهي تحت أقدام الصادقين أعشاب، ولا نباري بدوي انفجار الألغام، فهي في آذاننا ألغام. سنمضي لا نبالي الموت عندنا أحلى من الحياة وأحب، والآخرة معشوق نتمناه، والدنيا قدر اشمئززنا منه نريد الرحيل عنه. إننا سنمضي علاقاتنا بالفناء مقطوعة، وتوجهنا إلى البقاء هو المسير وهو المحرك. إننا سنمضي ثقتنا بالله، قوتنا من قوة الله، مددنا من الله، توكلنا على الله، استنادنا إلى الله. وأي قوة يمكن أن تقف في طريق الله رب العالمين. إننا سنمضي سنصنع من رمضان مدرسة نحقق فيها نقص النجاة. سنجعل من رمضان تجربة ننتصر فيها على كل هذه الظلمات التي تحكم واقعنا وأمتنا. علاقاتهم بالناس على سموها ونقائها وصفائها علاقة من أجل الله وفي الله، حبا في الله أو بغضا في الله. نعم، إن ظلمات النفس أورثت حالة من مرض مستعصي. هذه الحالة أيها الأحباب تسمى القهر، تسمى القهر. فلما رأى الناس بأن بعضهم لا يحب بعضه، ولا يجامل بعضهم بعضه، ولا يواصل بعضهم بعضه، ولا يزور بعضهم بعضه إلا من خلال المنفعة، من خلال الخلق التجاري، إلا من خلال المكاسب وما يترتب على هذا اللقاء والتزاور من منافع مستعجلة. لما رأى الناس أن العلاقات ببعضهم صارت على هذا الشكل، بدأوا يشعرون داخليا بحالة من قهر متبادل اتجاه بعضهم واتجاه هذا الواقع المر الذي أفرز هذه الحالة القذرة النتنة، والتي سببت هذا المستنقع الآسن الذي تعيش فيه أمتنا. نعم أيها الأحباء، ظلمات بعضها فوق بعض متراكمة، ويأتي رمضان من أجل أن يقول لك أن الحل هو التقوى، تصل إليه الأفراد والأسر والمجتمعات والأمة عموما. الحل هو استفادة الدرس ثم تعميمه وتطبيقه على مدار السنة كاملة. يأتي رمضان لكي يقول لنا أنا بوابة الفرج، وأنا فرصة سانحة تستطيعون من خلالي أن ترتبوا كل هذه الأوراق، وتزيل كل هذه الظلمات، وتعيد للكون نوره وضياءه، وتعيد لهذا الواقع بسمته بعد طول حزن وألم وبعد طول عبوس وكآبة. يأتي رمضان لكي يقول استقبلوني كما يريد الله سبحانه وتعالى، تعاملوا معي لا من خلال البرامج الرمضانية الإعلامية، ولا من خلال
قبة رمضان والجراند هاوس والملاهي والمطاعم التي تفتح أبوابها والمنتزهات. استقبلوني لا من خلال المألوف والمعروف في كل عام، هذا الاستقبالي الشيطاني المقنع الذي من خلاله نفقد نور رمضان وأثر رمضان وسر رمضان. استقبلوني من خلال ما أراد الله سبحانه وتعالى، ادخلوا البيوت من أبوابها وتعاملوا مع الأيام والليالي فيه المعاملة الجادة، تكتشف كل هذه الطاقات والخيرات فيكم وتبدأ بتحقيق الانتصارات الذاتية فالفردية فالأسرية فالاجتماعية فالعالمية بإذن الله في الميدان على قوى الكفر والبغي والشرك والضلال. نعم أيها الأحباء، رمضان آت ومعه حديث مخيف عن النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يأتي رمضان معه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أراد يوما أن يصعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، فلما صعد الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين، ثم التفت إلى أصحابه فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. كيف تتم المغفرة؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المغفرة تكون في الاتباع، والاتباع هو حقيقة التقوى التي هي ثمرة الصيام. والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ليس هو أقوال وألفاظ وعبارات، إنما هو منهج حياة كامل يجب أن نصطبغ به فكرا ونفسا وعاطفة وشعورا، يجب أن نصطبغ به خطوة خطوة على كل أصعدة الحياة ومناح العيش. الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هو المطلوب أيها الأحباء في رمضان، حتى تتحقق المغفرة وحتى تتجلى فينا التقوى.